هنبدأ دلوقتي نكمل الأسئلة اللي كنا وقفنا عندها بتاعة الـ gravitational force ونشوف كده. أول سؤال بيقول لي the orbital velocity of a satellite around the earth needs to increase to double. عشان أزود الـ orbital velocity للدبل يا ترى أنا محتاج أعمل إيه في الـ radius؟ أخلي الـ radius بتاعي increases to 4 times ولا الـ radius بتاعي decreases to half ولا decreases to quarter ولا increases to double؟ اول حاجه عندي لازم الاول خالص احدد الريليشن ما بين الاوربيتال فيلوسيتي والريديس. اصلا عندي كذا فورمولا للاوربيتال فيلوسيتي، يا ترى انهي فورمولا اللي بستخدمها عشان احدد الريليشن ما بين الاوربيتال فيلوسيتي والريديس؟ الفورمولا اللي بستخدمها عشان احدد الريليشن ما بين الاوربيتال فيلوسيتي والريديس هي الفورمولا اللي بتقول لي ان الاوربيتال فيلوسيتي ايكويفالنت روت جرافيتيشنال كونستانت ماس اوف بلانيت اوفر الاوربيتال ريديس. وهنا بقى خلي بالي قوي، لو بصيت على الريليشن دي هي الوحيده اللي ممكن استخدمها عشان احدد منها الفاكتورز اللي بتاثر على الاوربيتال فيلوسيتي، لان الريليشن دي الوحيده اللي الجرافيتيشنال كونستانت ده اصلا ثابته، الماس بتاعه الارث بلانيت ده ثابته، فاي تشينج هيحصل على الفي مصدره الاساسي هو الار، فهنا اقدر ادرس الريليشن بسهوله. لو بصيت على الريليشن كمان هلاقي ان الريليشن ما بين الاوربيتال فيلوسيتي والريديوس هي ان الاوربيتال فيلوسيتي انفرس بروبورشنال مع الريديس. يعني لو انا بتكلم ان السؤال هنا بيقول لي عايز يزود الاوربيتال فيلوسيتي للدبل، فلو انا زودت الاوربيتال فيلوسيتي وانس ان انا بتكلم على ان هي انفرس ريليشن يبقى لازم استخدم لفظ ديكريز. يبقى انا اول حاجه في التشويس بتاعتي هركز على التشويسز اللي فيها لفظ ديكريز، هنا ديكريز اهي وهنا ديكريز اهي. بس خلي بالك هي الاوربيتال فيلوسيتي مش ديكريز او مش الانفرس مع الار، دي انفرس مع روت الار، يبقى المفروض روت الار ده كله يديني الافكت بتاع الهاف عشان اقول مثلا ده 1 اوفر 2، فيبقى هنا بقى فعلا يزود لي عندي للدبل. كلمه يديني الافكت بتاع الهاف يعني ايه؟ يعني معنى الاجابه هتبقى radius of orbit decreases to quarter. شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي the satellites used in communication orbits the earth in a complete revolution in a time of intervals space. خلي بالكم ممكن التشويس ما يكونش متظبطه في الشيتس. يعني المفروض ان انا هنا عندي ساتلايت وكوميونيكيشن، كلمه الكوميونيكيشن ساتلايت يعني جي ستيشنري ساتلايت. جي ستيشنري ساتلايت يعني ساتلايت ده اللي كان بيعمل ريفولف اراوند الايرث بلانيت في نفس التايم انترفال اللي بيحصل فيه ريفولفنج للايرث اراوند اتسلف. يعني الانسر بتاعتي هتبقى 1 day. The intensity of gravitational field on the surface of planet increases as space decreases. لما تجيلي أسئلة زي كده لازم الأول خالص أحدد الرول اللي هشتغل عليه. Gravitational field intensity أو الانتنسي بتاعت الجرافيتيشنال فيلد، يعني أنا بتكلم على الجي سمول. نشوف كده الفورمولا بتاعت الجي سمول. الجي سمول equivalent جي كابيتال ام over الار سكوير. الجي للارث طبعا gravitational constant أصلا ثابت. الام بتاعت الارث بلانت ثابته. طب لو انا بقى عايزه اخلي الجي تزيد، بص بقى الريليشن ما بين الجي وما بين الار عامله ازاي. الريليشن ما بين الجي وما بين الار انفرس ريليشن، يبقى لو عايزه ازود الجي لازم اقلل الريديس. كل الفاكتورز الثانيه ما ينفعش استخدمهم لسبب بسيط جدا، مش موجودين عندي في الرول بتاعي. الماس بتاعت البلانت موجوده بس عشان ازود الجي لازم ازود البلانت بتاعي الماس بتاعته. التمبريتشر مش موجوده، الثيكنس بتاعت الاتموسفير مش موجوده، ما بتعاملش من فاكتورز غير من الرول نفسه. Which quantity decreases as the mass of the satellite decreases in its orbital or in its orbit around the earth. هنا عايز حاجه لما تقل الماس بتاعت الساتلايت ابص لقيت ان الحاجه دي نفسها كمان قلت. Centripetal force ولا الاوربيتال فيلوسيتي ولا الريديوس ولا centripetal فورس، سوري لتر ايه سنتريبيتال اكسلريشن. اول حاجه عندي هشوف كل رول بيخص كل فيزيكال كوانتي قال لي عليها عشان اشوف الفاكتور بتاع الماس بتاع الساتلايت موجود عندي ولا لا. يعني مثلا السنتريبيتال اكسلريشن الرول بتاعها في سكوير اوفر الار، طبعا ما فيهاش ماس للساتلايت خالص يبقى ما ينفعش اختار السنتريبيتال اكسلريشن. الاوربيتال فيلوسيتي الرول بتاعها روت جي ام بلانيت اوفر الار، ما فيهاش برضه ماس ساتلايت يبقى ما لهاش دعوه. الريديس بتاع الاوربت ايكويفالنت للريديس بتاع البلانت بلس الهاي بتاع الساتلايت، ما فيهوش برضه الماس بتاع الساتلايت. طب السنتريبيتال فورس بقى، سنتريبيتال فورس كان زيها زي اي فورس، ماس تايمز اكسلريشن، ماس بتاعت الاوبجكت اللي بيعمل روتيشن تايمز السنتريبيتال اكسلريشن هي في سكوير اوفر ار. يعني الماس دي هي الماس بتاعت الساتلايت بتاعت الاوبجكت بيلف نفسه، يبقى هي الانسر بتاعتي سنتريبيتال فورس.
at a height space from the surface of Earth, the acceleration due to gravity decreases 1% of its value from the Earth's surface. وعايز بقى choices اللي كان فيه choice كده بيقول لي عايز ال height اللي عندها ال acceleration due to gravity بتقل 1% من ال value بتاعتها وهي على ال Earth's surface. الأول خالص لازم أبقى فاهمة كويس قوي إن ال gravity على ال Earth's surface ال value بتاعتها 9.8 meter per second square. هعمل relation كده ما بين ال value ما بين البرسنتج. هتخيل ان 9.8 دي 100% اعلى فاليو للجرافيتي. لما انا بقول ان هي حصل لها decreasing ل 1% يعني كأنها بقت 99%. فالفاليو بتاعتها بقى تبقى كام؟ بالكروس ملتيبليكيشن هقدر اجيب الفاليو بتاعت الجرافيتي الجديدة اللي هتطلع 9.7 متر بير سكند سكوير. وبعد كده استخدم الرول بتاعي G equal G capital M over the R square. أنا كده كده بتكلم على Earth planet. يعني أنا عندي الفاكتور ده مش موجود والG gravitational constant مش موجود. يعني كأني هعمل relation بالظبط بين الG small اللي هي gravitational field intensity أو gravity acceleration وما بين الR. فأقول له بقى G1 over G2 equivalent. relation ما بين الG والR square inverse. يبقى equivalent R2 squared over R1 squared. وابدأ substitution. G1 هي على الـ Earth surface يعني 9.8 والـ G2 دي على الـ height اللي أنا مش عارفة الـ value بتاعته كام اللي احنا طلعناها بـ 9.7. الـ R2 squared هي أنا مش عارفاها والـ R1 squared هو الـ Earth surface power 2 الـ Earth radius sorry power 2 يعني 6400 power 2. طبعا أنا هنا مش لازم أعمل convert لأن أنا بمنتهى البساطة ممكن أطلع الـ height بتاعي بالكيلومتر. كروس ملتيبليكيشن هيبدا يطلع لي الفاليو بتاعه الار سكوير 6432.2 كيلومتر. الار سكوير او سوري الار 2 طبعا بعد ما بجيبها سكوير باخد الروت بتاعتها هي ايكويفالنت للار كابيتال بلس الاتش. بس انا مش عايزه الار كابيتال ولا عايزه انا عايزه الاتش بس. هقول له خلاص يبقى الاتش ايكويفالنت للار سمول اللي انا جايباها دي اللي هي الار 2 minus ال R capital. اعمل بقى substitution بتاعي واطلع ال height بتاعي هيطلع 32 كيلومتر. The direction of the orbital velocity of a satellite rotating around the earth makes angular space with the direction of the attraction force of earth. once ان انا بتكلم على orbital velocity للساتلايت وبتكلم على الانجل اللي بيعملها مع ال direction بتاع ال gravitational force يعني كأني بالظبط بتكلم على الشكل ده. satellite بيتحرك circular motion ال velocity اللي بتمشي دي بسميها orbital velocity circular ده يا ربي orbital velocity عشان circular motion او ممكن نسميها tangential linear velocity. كل الحاجات دي عندي واردة للساتلايت. ال direction بتاع ال gravitational force هي ال gravitational force في حالة الساتلايت act as centripetal force يعني الانجل ما بينهم 90 degree. السؤال ده بقى if the moon rotates around the earth once every 27.3 days then its height from the earth's surface equals space. مديني شوية given. اخلي بالي قوي بقى من المسألة دي. الرقم اللي مديهوني ده ال time اللي بيعمل بيه المون complete rotation around the earth يعني من الاخر كده ال predict time. ال predict time لازم استخدمه بالسكند. طبعا هحتاج اعمل convert من ال 27.3 days times 24 عشان احولها ل hour times 60 عشان احولها ل minute times 60 عشان احولها للسكند. فكرة المسألة كلها بسيطة خالص. أنا عندي two rules لل orbital velocity. أول رول عندي بيقول لي إن ال orbital velocity equivalent root g m over the r. وتاني رول عندي بيقول لي إن ال orbital velocity برضو equivalent to pi r over t. بمنتهى البساطة هستخدم الريليشن دي هعمل squaring لل two sides عشان يبقى هنا عندي g times m over the r. وهنا يبقى عندي 4 باي سكوير تايمز ار سكوير اوفر تي سكوير. وبعد كده هعمل كروس ملتيبليكيشن واطلع الفاليو بتاعت الار في سايد لوحدها يبقى هيطلع لي كده الار كيوبيك ايكويفالنت للجرافيتيشنال كونستانت تايمز الماس اوف ايرث تايمز التي كابيتال سكوير اللي هو البريدكت تايم اوفر 4 باي سكوير تايمز باي سكوير. نبدأ بقى نعمل substitution بالأرقام يعني 6.67 times 10 power negative 11 times 6 times 10 power 24 times وافتح bracket 27.3 times 24
تايمز 60 تايمز 60 واقفل البراكت ده كله بار 2. الفاكتور ده اللي هو البريدك تايم ده لازم احوله الاول لسكند، وطبعا الفاكتور عندي بار 2 اوفر 4 تايمز 3.14 بار 2، لان انا هنا عندي برده الباي بار 2. هتطلع لي الريزلت بتاعتي 3.8 تايمز 10 باور 8 كيلومتر. الفاليو اللي انا طلعتها ده الاوربتال ريديس اللي هي الار كابيتال الار بتاعت الارث بلس الهايت. هاخد بمنتهى البساطه الاوربتال ريديس اللي انا مطلعاها دي الميجرنج يونت بتاعتها متر، هقول الفاليو اللي انا طلعتها دي ماينس الارث ريديس 6400 تايمز 10 باور 3 واطلع الفاليو بتاعت الهايت، هتطلع الانسر بتاعتي 3.77 تايمز 10 باور 8 متر. نركز معلش في الستبس عشان انا ما كتبتهاش لان الارقام كتير ومعرفش ادخل الباور الصراحه في الباوربوينت. يعني اهم حاجه بقى هتكلم عليها دلوقتي الفاكتورز اللي بتاثر لي على الاوربيتال فيلوسيتي عشان الناس متلخبطه فيها جامد قوي. الاوربيتال فيلوسيتي ليها عندي 3 فورمولا. اول فورمولا بتقول لي ان الاوربيتال فيلوسيتي روت جي ام اوفر الار. تاني فورمولا بتقول لي ان الاوربيتال فيلوسيتي روت جرافيتيشنال فيلد انتنسيتي تايمز الار. تالت فورمولا بتقول لي ان الاوربيتال فيلوسيتي ايكويفالنت ل 2 باي ار اوفر البريديك تايم. يا ترى بقى الريليشن ما بين الاوربيتال فيلوسيتي وما بين الريديس انهي واحد من دول استخدمه؟ هقولها تاني، عشان اعمل ريليشن ما بين الاوربيتال فيلوسيتي والاوربيتال ريديس اللي هي الديستانس ما بين الساتلايت لغايه السنتر بتاعت الارث، لازم اختار الفورمولا اللي ما يكونش فيه عندي فاريبل غير الار، وعلى اساس الار لما يتغير اقدر اقول ان الفي اتغيرت بسبب الار. يعني مثلا لو انا جيت للرول التاني هنا، لو انا قلت لك مثلا ان انا هزود الار، كلمه هزود الار يعني الساتلايت هيبعد عن الارث، فبمجرد ما يبعد عن الارث طبيعي جدا ان الجي دي هتبدا تقل. طب ركز بقى معايا، ده زاد فدي قلت، يا ترى اي تشينج هيحصل على الفي ده بسبب ان لما الار زادت ولا لما الجي قلت؟ ما دام انا مش هقدر احدد يبقى ما اقدرش استخدم الريليشن دي عشان اقول ان الار دايركت مع الفي خالص، الريليشن دي غلط. هنا برضو نفس الموضوع، في اخر الرول عندي بيقول لي ان الفي نود ايكويفالنت 2 باي ار اوفر البريدكت تايم. طب هو انا لو زودت الار، لو خليت الستلايت يتحرك في اوربيتال ريديس اعلى، تفتكروا هيبقى بياخد نفس التايم ولا اوتوماتيك التايم عندي هيزيد؟ طبيعي اوتوماتيك التايم عندي هيزيد، لو الار زادت لازم التايم عندي يزيد. طب ركز بقى، يبقى انا هنا عندي اتنين فاريبل، طب الاوربيتال فيلوسيتي لما الاقي الفاليو بتاعتها اتغيرت يا ترى هتتغير بسبب الار ولا بسبب التي؟ مش هعرف برضو اخمن، فما اقدرش اخد ده عشان ادرس الريليشن ما بين الفي والار. لكن بص بقى اول واحد كده، الماس بتاعت البلانيت كونستنت، الجرافيتيشنال كونستنت ده كده كده فاليو كونستنت، يبقى اي تشينج هيحصل على الفي هو بسبب التشينج اللي بيحصل على الار. وركز بقى كده، الار بتاع الفيلوسيتي انفرس بروبورشنال مع روت الار.